مرحبا بكم إلى هذه الجولة الصحفية وأبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية صادرة صباح اليوم. البداية محلية مع صحف القاهرة ونستهلها من الجمهورية، ومنها نقرأ: الرئيس يبدأ الجولات المفاجئة، السيسي زار مشروع طريق جبل الحلال وتفقد القناة جوا، القمة المصرية اليابانية اليوم، الإمارات شعبا وحكومة تنتظر سيسي غدا، الرئيس يجتمع مع الشيخ خليفة ويشارك في قمة طاقة المستقبل، سفير الإمارات بالقاهرة يقول مصر القوية نقطة اتزان للعالم العربي. ننتقل إلى صحيفة الوطن التي ألقت الضوء على أكثر من ملف وقالت: ثورة غضب في وجه البرلمان الأوروبي، ومصر تتحرك دوليا لمواجهة مغالطات تقرير الاتحاد حول أوضاع حقوق الإنسان، ورسالة احتجاج من 200 برلماني سابق، مصادر قضائية تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النواب الأسبوع الحالي، وزير خارجية المغرب لشكري: ندعم ترشيح مصر لمجلس الأمن، والملك محمد السادس يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة المغرب. ونقرأ من الأهرام: زيادة المعدل اليومي إلى 850 ألف، رفع 1,000,000 متر من الرمال بقناة السويس، الفريق أول صدق صبح يقول القوات المسلحة ستظل نموذجا فريدا من أجل مصر، سمعة المرشح ونزاهته وشعبيته في المقدمة، والأحزاب تضع معايير اختيار مرشحيها. أخبار اليوم تناولت أيضا عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين وكتبت: مقتل أبو مصعب الزهيري القيادي بتنظيم بيت المقدس في سيناء، إطلاق المشروع القومي للتشغيل في 26 يناير، محاكم عمالية لسرعة فض المنازعات والحفاظ على حقوق العمال. كما حملت بشرى سارة نقلا عن وزير الصحة وقالت 50% تخفيضا على أسعار أدوية الأورام. زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى مصر كانت محور اهتمام افتتاحية صحيفة اليوم السابع التي رأت أنها تكتسب أهمية كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولفتت إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية وقالت: إن زيارة شينزو آبي لمصر تكتسب أهمية سياسية كبرى، حيث تعتبر اليابان استقرار مصر كقوة اعتدال مؤثرة في الشرق الأوسط وإفريقيا ركنا هاما من أركان سياسة اليابان الخارجية كدولة محبة للسلام. وهناك اتفاق بين مصر واليابان على أهمية توسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات، ولا شك أنه لدى اليابان تجربة مهمة في التنمية والتقدم مع الاحتفاظ بأصول هويتها، وربما من المهم أن تسعى مصر للتعرف على الخبرات اليابانية في الإدارة من خلال بعثات يمكنها التعلم من التجربة اليابانية ونقلها. لا تزال هجمة باريس وتداعياتها وإعادة مجلة شارلي إبدو نشر الرسوم المسيئة للإسلام تلقي بظلالها على مقالات الرأي. صحيفة الشروق في مقال لها أشارت إلى أنه على الغرب احترام الأديان والمعتقدات الأخرى، كما على المسلمين أيضا تقديم الصورة الصحيحة عن الدين الحنيف. عذرا رسول الله، فقد أساء إليك الكثيرون، وأساءت إليك شارلي إبدو وأشباهها الذين لم يقدروك حق قدرك، كما أساء إليك من أمطرهم بالرصاص، فقد كانوا بحاجة إلى قلب داعية رحيم يعرفهم بك ويقدم إليهم ما تستحقه كأعظم رسول، ولم يكونوا بحاجة إلى رصاصات تسوق الإسلام إلى دائرة الاتهام فينسون أنك جئت رحمة للعالمين، حينما يرون أشباه الأتباع يقدمون الثأر على العفو والقتل على الهداية. عذرا أبا الزهراء، فهؤلاء لم يفهموا رسالتك للعالمين ولم يعرفوا قيمتها حتى المسيئين منهم. نتحول إلى الصحف العربية ونتابع أهم العناوين في صحيفة القدس العربي، ومنها نقرأ: ميليشيات فجر ليبيا تعلن وقف إطلاق النار ضد القوات الحكومية على مختلف الجبهات بعد اختتام الجولة الأولى من الحوار بين الفصائل الليبية المتنازعة في جنيف، الملايين يحتاجون على رسوم تشارلي إبدو المسيئة للرسول بعدة دول عربية، وأوباما يدعو أوروبا إلى دمج الجالية المسلمة بشكل أفضل، الأمم المتحدة تطالب تل أبيب بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. ومن صحيفة الخليج الإماراتية نتابع محادثات بين كيري وفابيوس وظريف حول الملف النووي الإيراني في باريس. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة في غزة والضفة في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين. الحوثي يهدد بفرض الشراكة على الحكومة، وصالح الصماد مستشار الرئيس اليمني يتنحى ويحذر من سيناريو الفوضى.
وإلى صحيفة البيان الإماراتية، ومن أبرز العناوين التي تناولتها نقرأ: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن نشر 400 جندي أمريكي لتدريب المعارضة السورية، منظمة التعاون الإسلامي تقترح مكتين على العراقيين، تمديد مهلة الترشيحات إلى الانتخابات الرئاسية السودانية. أما الشرق الأوسط فقالت في العناوين الرئيسية: داعش يتمدد في مخيم عين الحلوى أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، محافظ الأنبار يدعو الحكومة العراقية لتشريع قانون يحمي مقاتلي العشائر، وزير الخارجية الجزائري للشرق الأوسط: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي، ويدعو لموقف عربي موحد ضد الإرهاب. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية، وعن إعادة مجلة تشالي إبدو نشر رسم كاريكاتوري مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحد سافر لمشاعر المسلمين. ونقرأ من صحيفة الوطن السعودية مقالا بعنوان: الازدواجية في محاربة الإرهاب. مجلة تشارلي إبدو دأبت مرارا وتكرارا على السخرية من الدين الإسلامي ورسوله الأعظم تحت ستار القانون الفرنسي، وهو ما يعتبر إرهابا مضادا ينتهك حرمة الإسلام ومقدسات مليار ونصف المليار مسلم. وهنا نجد أسئلة هامة يجب البحث بجدية عن إجابات لها لكي نتمكن من محاربة الإرهاب بالفعل. من يقف وراء الإرهاب؟ ومن يدعمه؟ ومن يمده بالمال والسلاح؟ فلا شك أن انتفاض العواصم الأوروبية لحادثة تشارلي إبدو مع السكوت عن انتهاك حرمة المسلمين يؤكد ازدواجية المعايير الغربية في محاربة الإرهاب. معركة القانون من أجل فلسطين، عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة البيان الإماراتية، التي أكدت أن مسار القضية الفلسطينية أثبت تاريخيا أن معركة القانون هي الأجدى في النضال من أجل حق الفلسطينيين في تشكيل دولتهم المستقلة ودحر الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت: التوجهات العربية والجهود الجماعية المبذولة لإقرار الحق الفلسطيني تؤكد أن أوراق الاحتلال تتساقط والعزلة الإسرائيلية في العالم تتزايد، ولا شك أن المعركة لن تكون قصيرة وستكون هناك جولات وجولات، إلا أن هذه الصحوة العربية والعالمية ستؤدي في النهاية لعودة الحق لأصحابه بعد سنوات من الغطرسة الصهيونية التي فرضت قوانينها على العالم عبر البلطجة السياسية. إلى الصحف العالمية، ونقرأ من نيويورك تايمز الأمريكية: التحديات الأمنية تطل برأسها على أوروبا مع تزايد العمليات الإرهابية وتزايد التهديدات من المتطرفين. باراك أوباما وديفيد كاميرون يتعهدان بالتصدي للإرهاب وتعقب المتشددين على الإنترنت. في ذكرى إعصار هيان الذي أودى بحياة أكثر من 7000 شخص، البابا فرانسيس يتوجه إلى الفلبين لمواساة الناجين. نقرأ من واشنطن بوست الأمريكية: الشرطة الباكستانية تشتبك مع محتجين عند القنصلية الفرنسية على خلفية تظاهرات واسعة احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جون كيري يلتقي فرانسوا أولوند في باريس لبحث الجهود الدولية والتعاون الوثيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب. روسيا تكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب السورية. ونرصد من لوموند الفرنسية: الآلاف من المتظاهرين الغاضبين في العالم الإسلامي يحتجون ضد نشر الرسوم الكاريكاتورية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم الحرب في فلسطين، والخارجية الأمريكية تستنكر. مأساة سوريا تتزايد واستمرار حرب البراميل. ونقرأ من الجارديان البريطانية: بلجيكا تشدد التدابير الأمنية وترفع حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة أي أعمال إرهابية. 176 قتيلا حصيلة الفيضانات في ملاوي وتشريد أكثر من 200,000 آخرين. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العالمية، وعودة إلى واشنطن بوست الأمريكية التي نقرأ منها مقالا بعنوان: نظرية فاشلة للكاتب الأمريكي فريد زكريا الذي رأى أن نظرية التدخل العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ليس هو السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب المتنامي هذه الأيام، وقد أثبتت فشلها على مدار التاريخ بل وتأتي بنتائج عكسية. وأضاف الكاتب: لا شك أن نظرية أن السبيل الوحيد لوقف الإرهاب في أوطاننا هو أن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا وتحقق الاستقرار في أجزاء كثيرة من منطقة الشرق الأوسط التي تغوص في أعماق الصراعات هي نظرية خاطئة. فقد تدخلت أمريكا بالفعل في 13 دولة في العالم الإسلامي منذ العام 1980، وكانت النتيجة
ولادة التطرف الديني. افتتاحية صحيفة تيرول النمساوية سلطت الضوء على خطر التحريض والحملات العنصرية التي تحركها عناصر يمينية متطرفة ضد الأفراد الأجانب والمسلمين في العالم، مؤكدا أنها العلاج الخاطئ لمكافحة الإرهاب. وأضافت الصحيفة إن محاولات عناصر اليمين المتطرف شحن وتعبئة مشاعر المجتمع ضد الأجانب وضد الإسلام عن طريق خلط الدين الإسلامي السلمي مع حركات الإسلام المتطرف التي يرغب أتباعها في تغيير النظام الأساسي للمجتمع بناء على نظرتهم الخاطئة، سيضع الفتيل في برميل البارود، والبديل هو التعليم وفتح قنوات الاتصال التي ستساعد على كشف المظالم الاجتماعية ومعالجتها. وختاما نتوقف مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحفنا. جولتنا الصحفية، إلى اللقاء.